السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل كيكه طعمها تحفه جدا جدا. هنشوف كده ايه المقادير مع بعض. اول حاجه كوبايه ونص من السكر، 2 فانيليا، 1 كيك شيف او بيكنج باودر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، 3 بيضات، كوبايتين ونص لتلات كوبايات من الدقيق، وعليهم معلقتين نشا ورشه ملح. وكمان دي على فكره الطبق دوت يعني ممكن نضيفه ممكن لا، بس هو بيعزز النكهة جدا. هو عبارة عن نص كوباية، الطبق ده عبارة عن نص كوباية زبادي على 3 معالق كبار من القشطة. ممكن نستغنى عنهم خالص ونحط مثلا معلقتين كبار زبدة، سمنة او زبدة، بيخلي الطعم يعني بيودي طعم الكيك في حتة تانية خالص. هنشوف هنعمل الكيكة ازاي، لان التكنيك بتاع عمل الكيكة هو ده اللي بقى بيخليها فظيعة. اول حاجه هعملها، انا هفصل البياض عن الصفار علشان انا محتاجه اضرب بياض البيض لوحده كتير جدا لحد ما اخلي البياض شبه الكريمه بالظبط. انا هنا بصراحه انا بحب اعمل كده واخد البياض لوحده، دي الطريقه اللي انا بفصل بيها البياض عن الصفار. في ناس بتحب يعني بتعرف تعمل، بتكسر البيضة وتقعد تقلبها كده في ايديها فبتفصل الصفار عن البياض. انا احيانا ما بعرفش اعمل الحركة دي. انا كده خليت البياض لوحده والصفار لوحده، اهو الصفار كده بقى لوحده، فهحطه في بولة تانية لوحده وهعمل الحركة ديت مع الـ3 بيضات. هخلص الـ3 بيضات. هنا انا فصلت الـ3 صفارات عن بعض، وهنا الـ3 بيضات بقى لوحدهم. بصراحة انا يعني هحط المكونات كلها بقى على بعض، هحط خليط الزبادي على القشطة. طبعا انا بقول لكم هو بيخلي، بيعزز النكهة جدا وبيخلي طعم الكيك في حتة تانية خالص. هحط كل المكونات على بعض هنا، الزيت واللبن. على فكرة ممكن بدل اللبن نحط عصير لو مش متوفر اللبن، وزي ما قلت لكم يعني ما تعطلوش لو مش متوفر عندكم الزبادي والقشطة. انا واخده القشطة وش اللبن، يعني مش جايبة قشطة مخصوص. وهنا هحط الزيت وهضرب الحاجات دي كلها بمضرب بيدوي عادي جدا. السكر هاخد جزء منه هنا وجزء منه على بياض البيض، هحطه وهضربه معاه. هبدأ اشتغل، بس عايزة اضرب الاول البياض البيض، هضرب بياض البيض كتير جدا الاول، وبعد كده عشان بس ما ادوش كوش. في نقطة بقى ضرب بياض البيض، خلي بالكم في حاجات بتساعد انك تضرب البيض ويطلع كريمي، يعني حاجات الاستانلس جربتها كتير ما ضربش البيض معايا كويس. وفي حاجات بلاستيك، نوع بلاستيك ضرب حلو قوي قوي، وفي حاجات تانية ما ضربش. فانت نوع الحاجة اللي انت تضربي فيها ممكن هي اللي تساعدك انك تطلعي افضل نتيجة من ضرب بياض البيض، وفي حاجات تانية مش هتطلع معاكي افضل نتيجة انت عايزاها. هو انا كده بدات اضرب فيه وبيبدا يطلع رغاوي كده. انا الحقيقه نقلته لان ديت لقيتها افضل بوله بتضرب عندي، بتديني افضل نتيجه لما بضربه. هبدا اضرب فيه، هقعد اضرب فيه لحد ما هوريكم النتيجه اللي هوصل ليها. بصوا هنا في الخطوه ديت هو وصل المرحله عامله ازاي، بقى تقيل وجامد. انا في الخطوه ديت هحط شويه سكر، هزود شويه سكر وهكمل ضرب، وباقي السكر هحطه على بقيه الحاجات. في مكون نسيت اقول لكم عليه، هو مكون مهم جدا جدا، هو الخل. انا هنا حطيت خل عشان اخد الحاجات اللي هنا. الخل بيودي الكيك في حتة تانية خالص، بيخليها هشة كده وجميلة جدا. انا حطيت هنا خل وهحطه على برضو المكونات. هنا انا هحط بياض، هحط الفانيلا على حاطه طبعا 2 فانيلا.
اتفقت معاكوا ان الدقيق انا حاطه 3 كوبايات دقيق، بس انا بقلب نص كوبايه وبقلب لما باجي احطها بشوفها انا محتاجه دقيق تاني ولا لا، يعني العجينه بتبقى في ايديا بشوف ممكن ازود النص كوبايه وممكن اقللها على حسب نوع الدقيق، لان في دقيق بيحتاج نص كوبايه وفي دقيق تاني ما بيحتاجش نص كوبايه. هقلب طبعا، هضرب المكونات ديت بالمضرب وهشوفها محتاجه تاني محتاجه، وبعد كده هضرب المكونات وبعد كده هرجع لكم تاني. بصوا انا اخدت الحاجات السوائل كلها ضربتها في الخلاط وزودت عليها بشر برتقان. طبعا احنا عارفين بشر برتقان مع الكيك بيوديه في حته تانيه خالص. بعد كده هاخد الدقيق هزوده بقى بشكل تدريجي وهضرب طبعا بالمضرب. طبعا ما ننساش اهم حاجه عشان الكيك ما يهبطش مننا، حطيت الكيك شيف ونضرب المكونات بالمضرب اليدوي. طبعا زي ما قلت لكم الكيكه لما باجي اعملها بحط عليها معلقتين كبار نشا عشان النشا بتديها طراوه كده وبتخليها هشه، بتديها حاجه يعني بتخليها احلى. الحقيقه مؤخرا بقيت بحط النشا في اي معجنات بعملها بحسها بتخليها احلى. الدقيق اللي اسمه هايل في الكيكه، يعني لو انا بحط مثلا في اللي هو الدقيق بتاع المعجنات اللي هو بتاع الكيك لو بحط 3 كوبايات فانا بحط كوبايتين اتنين ونص من الدقيق لو نوعه هايل اللي هو النوع اللي اسمه هايل السايب ده. يعني انا هنا حاسه ان مش هحتاج ال3 كوبايات، انا ما اعتقد هما 2.5 كوباية بس. انا هنا ضفت الدقيق للمكونات السايله. طبعا انا حطيت المكونات السايله حطيتها في الخلاط وضربتها كويس جدا وحطيت عليها بشر برتقان. وطبعا في معلومه بس، لو انا بستخدم الزيت اللي اسمه هايل الدقيق اللي اسمه هايل انا بحط 2.5 كوباية دقيق منه، ما بستخدمش 3 كوبايات دقيق، بستخدم 2.5 كوباية بس. انا هضرب بقى البياض البيض طبعا عشان ما ينساهوش، هضربه كويس كمان مره، يعني هضربه ضربتين كده ولا حاجه قبل ما استخدمه عشان يبقى لسه فريش قبل ما احطه تاني. انا هنا زودت شويه الدقيق، يعني زودت ال3 كوبايات لان حسيت ان البياض البيض ساب مني كده شويه فالعجينه هتبقى سايبه، ف يعني عشان تبقى مظبوطه زودت ال3 كوبايات دقيق، واصلا الدقيق اللي معايا معلب ف عشان العجينه تبقى مظبوطه. انا هنا انا مش عارفه هو يعني كده هو المفروض ان انا لما اجي احط لما اجي اعمل بياض البيض المفروض ما تسيبوش وقت بقى، يعني اعملوا المكونات كلها الاول وبعدين اضربوا بياض البيض وبعدين حطوه، يعني ما تغلطوش الغلطه اللي انا غلطتها دي. انا كده بصوا بقى سايب ازاي، بصوا حساه سايب وقال لي كده، قعدت اضرب فيه شويه كمان حساه سايب مش زي ما بعمله. يعني كل مره بيبقى فاضي كده، بيبقى هاشش كده و مش بيبقى سايب شويه، حاسه سايب شويه. اول ما يدوب خالص في المكونات خلاص كده هبدا احطه في القوالب. طبعا احنا مجهزين الفرن، الفرن شغال على يعني الفرن بشغل على درجة حرارة عالية جدا، يسخن جدا جدا، وبعد كده اول ما باجي ادخل الكيكة بهدي بقى على درجة حرارة 160 او 170، بسيبها مثلا لمدة قد ايه، مثلا من ساعة من نص ساعة لساعة الا تلت.
ببدأ بقى يعني من ساعة الا تلت كده ممكن أبدأ أبص عليها. تست الاختبار بتاعها ان انا بحط السكينه كده، بحطها كده وبطلعها، لو مفيش حاجه. بصوا شايفين العجينه عامله ازاي، لو مفيش حاجه طلعت والعجينه طالعه، لو السكينه طالعه ناشفه ما فيهاش اي حاجه يبقى هي كده تمام. الحقيقه انا هعمل جايبه قالبين، القالب الانجليش كيك ده هعمله ابيض، طبعا غيرت البوله كذا مره لان البوله اللي هي كانت المونيوم ستانلس دي كانت عامله اضاءه كده مش حلوه على الموبايل، عشان كده انا غيرتها. هقسم بقى العجينه نصين، هعمل نص شوكليت ونص وايت. انا هنا هعمل نصها شوكليت ونصها وايت، فايه وده القالب اللي هعمل فيه، فصب الاثنين مع بعض. وهنا وايت، هفضيها وارجع لكم تاني واظبطها. هي الكمية عملت القلبين دول، هسويها وارجع لكم تاني. ده يا صحابي الشكل النهائي للكيك، بصوا شكلها تحفة، هشة جدا، طعمها فظيع، ريحتها فظيعة. طبعا الكيك لما حطينا عليها البرتقان، بشر البرتقان، خلى ريحتها فظيعة. بصوا تحسوها كده اسفنجية، فظيعه، طعمها حلو قوي قوي. يا ريت تجربوها وتقولوا رايكم فيها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.